بكم مشاهدينا، وهذه القراءة في تطورات المشهد السورية. كعادة التي لا يخطئها، فشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسة طارئة بشأن سوريا في تبني مشروع قرار يدين القصف الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا، حيث لم يحصل القرار على عدد الأصوات المطلوبة حتى يتم إصدار القرار. هذا وقالت وزارة الدفاع السورية إن الهجمة الجوية التي شنتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا على مواقع بدمشق وحمص تم التصدي لها، فيما اعتبرتها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ضربة ناجحة. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه روسيا استنكارها لتلك الهجمات المخالفة للمواثيق الدولية. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا الدكتور محمد فراج أبو نور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي، ولكن بعد هذا التقرير. وسط ترقب عالمي كبير وقفت فيه جميع الدول حابسة أنفاسها بعد تصريحات ترامب الأخيرة حول إمكانية توجيه ضربة لسوريا، وجهت الدول الثلاث أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضربتها في جنح الليل ليستيقظ العالم على هجمات جوية وصاروخية على 9 مناطق بالعاصمة السورية دمشق وبعض مناطق بحمص. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقى خطابا لافتا للانتباه متهما فيه النظام السوري بشن هجمات كيماوية ضد مدينة دوما، ومبررا فيه حتمية شن تلك الضربات حماية لأمن العالم حسب قوله. أعطيت أوامري للقوات المسلحة الأمريكية بشن ضربات دقيقة تستهدف إمكانية النظام السوري. هي عملية مشتركة مع القوات المسلحة الفرنسية والمملكة المتحدة. نحن الآن نشكرهم على حد سواء. ولم يكتف ترامب بذلك، بل غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا إن المهمة أنجزت بنجاح، وأنه فخور بجيش بلاده العظيم الذي قام بها كما ينبغي أن تكون. ورغم أن العديد من الأيادي الإقليمية والدولية امتدت داخل الدولة المنكوبة بالعديد من الأطماع والمصالح، فإن الثلاث دول العظمى بقيت هي المحرك الأول نظرا لقوتها وثقل حلفائها. في بريطانيا دافعت رئيسة الوزراء تريزا ماي عن اشتراك بريطانيا في تلك الضربات، ومعللة عدم عرضها القرار على البرلمان البريطاني بأنه تم حماية لأمن بريطانيا. النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في دوما، ولم يتورط أي طرف آخر في استخدام تلك الأسلحة. ورغم أن القواعد الروسية بسوريا في حميميم وطرطوس لم يتم توجيه أي ضربة لها، إلا أن روسيا استنكرت تلك الضربات، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المضادات الجوية السورية تصدت لمعظمها. الصواريخ المجمعة لم تدخل مناطق سيطرة القوات الروسية، وتصدت القوات السورية لمعظمها وأسقطتها. وعلى الجانب الآخر، واجه الرئيس السوري بشار الأسد الضربات بثبات انفعالي كبير، حيث نقلت الشاشات صورته متوجها لمكتبه وممارسة عمله، فيما نقلت الكاميرات احتفالات الشعب السوري في الشوارع، وذلك بعد أن أكدت الحكومة السورية أنها قامت بصد عدد كبير من تلك الهجمات. عدوان ثلاثي غادر نفذته في الساعة 3:55 من فجر اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، عبر إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها. وقد تصدت منظومات دفاعنا الجوي بكفاءة عالية لصواريخ العدوان. ورغم أن فرنسا وبريطانيا أكدتا انتهاء الضربة بنجاح وأنها آتت ثمارها وعادت جميع الطواقم المشاركة لبلادها، فإنها وحدها الأيام المقبلة ستسفر عن نتائج تلك الضربة وما وراءها. وينضم إلي في الاستوديو دكتور محمد فراج أبو نور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية. دكتور، أهلا بك معنا وشكرا لتلبية دعوتنا على شاشة أونلاين. أهلا وسهلا بك ومشاهديك يا ستي. دكتور، إذا فشل مجلس الأمن فشلت روسيا في إصدار قرار والحصول على عدد الأصوات المطلوبة للموافقة على مشروع قرار إدانة الضربات العسكرية، ما الذي يعني ذلك؟ وأيضا هل يعطي هذا شرعية إلى الضربة العسكرية الثلاثية على سوريا؟ لا شيء في الدنيا يعطي شرعية للاعتداء على دولة مستقلة ذات السيادة خارج إطار المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ قرارات فردية من جانب دول معروف أنها دول معتدية لأسباب من الواضح تماما أنها غير حقيقية. العدوان الثلاثي، أو بلاش نستخدم التعبيرات التي تم صقها الآن يعني برسم جهة من جهات الصراع اللي هي سوريا،
ولكنه عدوان ثلاثي فعلا، عدوان الامريكي البريطاني الفرنسي على سوريا، هذا عدوان لم يتم اتخاذ قرار بشأنه من مجلس الامن، لم يتم اتخاذ قرار بشأنه من اي محفل دولي حتى لو كان محفل ليس له هذه الصلاحية. هذا القرار قررته الولايات المتحدة الامريكية. ثم اتضح بعد ان تم توجيه الضربة ان اداء الرئيس الامريكي كان كله عملية نصب كبرى في الحقيقة من البداية. يعني اولا هم قرروا انه حصل استخدام للسلاح النووي في دوما. في حقيقة الامر لو يعني لم نفقد ذاكرتنا واتبعنا الاخبار من اسبوعين ثلاثة او شهر، ولم اول ما ابتدى حصار دوما بدأ جيش الاسلام يتكلم عن انه هيضربونا بالكيماوي، هيضربونا بالكيماوي. مفهوم ان اي دولة مستوى ادائها يعني حتى السياسي متواضع حينما يتم الحديث عن انهم هيضربونا بالكيماوي ستعدل عن الضرب الكيماوي حتى اذا كان لديها سبب لانها تستخدم ده مسألة مفهومة يعني. وممكن يفهم هذا الكلام باعتبار انه يكون من امامك صادقا يخشى ان تضربيه بالكيماوي يعني بيحذر عشان يقطع عليك الطريق. في حقيقة الامر لم يكن هناك ادنى سبب لهذا، لانه القوات السورية كانت تحقق نجاحات كبرى في الغوطة. الغوطة الشرقية نقطة مهمة جدا جدا لانها بتمثل حلقة حول العاصمة السورية، وفكرة يعني طرد منظمات ارهابية مسلحة منها مسألة يعني اعتقد ضرورية للغاية، لانه هذه المنظمات كانت تضرب طوال الوقت، كانت تضرب العاصمة دمشق وتحققت نجاحات كبيرة ولم يكن باقيا الا دوما. ففكرة يعني انه يبتدوا خوفا من تسوية دوما، انت لو كنت حضرتك اخدت بالك من الشروط اللي ما يسمى بجيش الاسلام بيطرحها عشان يعني يعمل تسوية مع الحكومة السورية كانت مضحكة جدا، زي ما تكون دولة عظمى بتتكلم مع دولة اصغر منها، انه انتوا هتسيبونا بكامل اسلحتنا، المواطنين موجودين، المسلحين موجودين، هنعمل وقف اطلاق نار، وانتوا تدخلوا الخدمات بتاعت الدولة، اي مزيد من الرهائن في حقيقة الامر يعني في ايد جيش الاسلام، وهنعيش بقى وهنعمل ادارة مدنية احنا اللي نسيطر عليها، ونبتدي بقى ايه مساومات جديدة من اجل حماية العاصمة السورية. وكل شوية لما ما يجبناش طبعا هنقصف لكم العاصمة. هذا وضع لا يمكن ان تقبل به اي دولة بتحترم نفسها، وبالتالي كان من المحتم ان دوما يتم اقتحامها. فبدأوا يتكلموا عن الضرب بالسلاح النووي، وامريكا تبنت المسألة الكيماوي فورا. وطبعا هي امريكا من قبل كده متبنية المسألة. 2013 معروف انه تم الاتفاق على تصفية السلاح الكيماوي السوري وتم تنفيذ هذا. هناك نقطة بالغة الأهمية على فكرة في الموضوع ده، انه الامر ليس بهذه المحلية فيما يخص السلاح الكيماوي. تصفية السلاح الكيماوي 2013 كان بيعني تصفية سلاح الردع الوحيد المتاح لسوريا في مواجهة اسرائيل التي تشن العدوان عليها تلو العدوان، والتي تملك سلاحا نوويا. اسرائيل لديها اكثر من 200 راس نووي، وبالتالي كان سلاح ويظل باستمرار سلاح الردع الرخيص المتاح للدول الصغيرة في هذه الأحوال هو السلاح الكيماوي أو السلاح البيولوجي. فاتصفى السلاح الكيماوي اللي هو كان معناه تصفية أي إمكانية للردع عند سوريا إذا إسرائيل في ذلك الوقت. طبعا الدول بتبحث باستمرار عن وسائل أخرى للردع. وينبغي أن نلاحظ شيئا مهما جدا، إن حتى أكثر التحقيقات تحيزا تحدثت عن امتلاك جبهة النصرة لأسلحة كيماوية واستخدامها لهذه الأسلحة الكيماوية في غوطة دمشق وفي الشمال السوري حيث خان شيخون والمنطقة المحيطة بها في إدلب. وهذه المسائل ثابتة ومنشورة ومعروفة. طبعا كان بيتقال انه جامعة النصرة استخدمت السلاح الكيماوي مرتين، والنظام السوري من المشكوك في انه يكون استخدم السلاح السوري هو كمان مرتين وما الى ذلك. ولكن من المعروف انه الاكثر تحيزا، المنظمات الاكثر تحيزا والاكثر خضوعا للولايات المتحدة الامريكية وللغرب اعترفت، ومعروف عموما انه هناك يوجد سلاح كيماوي لدى جيش الاسلام وجامعة النصرة وكل هذه التنظيمات. وبالتالي حينما تسندي الى القوات السورية انها تملك سلاح كيماوي وهتستخدمه، وبعد اسبوعين ثلاثة تقولي انها استخدمته وترفضي التحقيق
ولما تيجي لجنه من منظمه حظر الاسلحه الكيماويه فانت قبل ما توصل بيوم تضربي. جيد ان حضرتك ذكرت هذه النقطه، لانه في كلمه المندوب السوري في مجلس الأمن فجر السيد بشار الجعفري العديد من المفاجآت، مفاجأة منهم كانت ولنفترض أنها صحيحة تعطيل وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوما كاملا، كان من المفترض أنها ستصل بالأمس. الجزء الآخر أن المقر، واحد من المقرات التي تم استهدافها وهو معهد برزة للأبحاث، قال إن منذ عام بالكامل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قامت بزيارة هذا المعهد وقدمت شهادة دولية تثبت أن هذا المعهد ليس به أسلحة كيماوية. نعم. يعني ما هي الدلالات التي تعطيها هذه الإفادات من جانب المندوب؟ الدلالات أن الشؤون الدولية تدار بالكذب والبلطجة المطلقة لمن يملك القوة. هذه هي الدلالات. يعني حصل تحقيق. أولا خان شيخون لو تفتكر السنة اللي فاتت قال أنه استخدم فيها سلاح كيماوي. وحصل تحقيق عملته منظمة الخوذات البيض اللي هي أصلا تابعة لجبهة النصرة، وشهادات كانت كلها غير مهنية ولا يمكن الاعتماد عليها. سمعنا انه مش عارف مين ده، اصلا كان في ناس تبدو عليهم اثار سوء التنفس ومش عارف كذا، معروف التحقيقات اللي زي دي تحقيقات عشان تكلمها تحقيق مهني فيها بتاخد عينات من الارض، عينات من الهواء، عينات من اجساد ومن دماء الناس اللي بيتقال ان هم مصابين. كل ده بيتاخد بواسطة خبراء متخصصين محايدين، كل ده بيتم بشفافية وبحضور ممثلين لمختلف الأطراف، لأن أنا ممكن أخد عينة مزيفة من حد أنا أصطنعه. وبعدين أنا عايز أقول إنه كل الصور وكل الفيديوهات، أنا أستاذ إعلام في الأصل، الخاصة بسوريا كلها بلا استثناء منذ اللحظة الأولى لما يسمى الثورة السورية وقبل أن يتم عسكرة أو ما يسمى بعسكرة الثورة السورية، كلها مزورة ومضللة وغريبة. أي إنسان محترف نزيه هيشوف إنه الناس مقتولين ومرميين بأناقة مصفوفين على الأرض جنب بعض. فيش لما أنت حضرتك بعيد الشر عنك يعني تضربي بالرصاص ما بتروحيش نايمة كده وإيه وظابطة وضعك وحاطة راسك وإيه ومديدة رجليك. الإنسان بيروح متكعور نازل راسه تحت رجليه فوق ايا كان الوضع، ده رصاص. فكلهم محطوطين باناقه في حاجات يعني ده واضح ان دي بلاتوهات معده خصيصا في شوارع ضيقه في حاجات تشبه لسوق الحميديه تشبه لايه فالمهم كل هذه الاشياء انت لو بصيتي في لغه الجسد للقتلى وللاطفال القتلى واللي هو طول الوقت كل الضربات السوريه سبحان الله لا تصيب الا النساء والاطفال. يعني تلاقي اي خبر جاي يقول لك ايه الاعلام الاسود الغربي والعربي والاعلام العربي قبل الغربي، انا حريص ان انا يعني اشير اليه، يقول لك سقط مش عارف ايه معظمه من النساء والاطفال. يعني بشار الاسد وبوتين عندهم انحراف نفسي ما يخليهمش يستريحوا لما ياكلوا لحوم اطفال بالذات. ده كلام يعني ده كلام لا ينطبق يعني لا ينسجم مع اي منطق على فكره. ولما تشوفي بقى حضرتك لغه الجسد في كل الحاجات بتاعت الشغل الكيماوي ده هتلاقي الناس متركنه بطريقه معينه، دماغ الطفل من دول محطوطه بطريقه معينه كده، حاجات يعني لو اي انسان محترف بيبقى واضح له من الوهله الاولى ان ده كلام فارغ. مفيش حاجه اسمها انك تعالجي واحد مضروب بالسلاح الكيماوي بانك ترش عليه ميه بخراطيم الميه. وبعدين برضه مره اخرى لغه الجسد، ناس واقفين لا لابسين اقنعه، اول حاجه طبعا لو مكان في سلاح نووي انا كواحد مسعف اول حاجه هعملها ان انا هلبس قناع مثلا، كل ده مش موجود. وواقفين يرشوا ويبتسموا كله يقول لك ايه الله اكبر الله اكبر بنفس الصوت بنفس النبره، هم صوتين ثلاثه اللي بيترددوا عبر كل الحرب السوريه في كلمه الله اكبر. الحاجات دي كلها بتوري انه يعني هناك كذب وهناك اختراعات. الحرب معروف دلوقتي ان حروب الجيل الرابع وما بعد الجيل الرابع بتعتمد على الاعلام اساسا، وانا كان رايي باستمرار انه الحرب السوريه اكثر حرب تم فيها توظيف الاعلام وتوظيف الصوره في خلق وقائع سياسيه مدعاه ثم اتخاذ خطوات من دول كبرى تجاه هذه الدوله العربيه بناء على هذه الوقائع. طيب دكتور، انت خبير في الشؤون الروسيه، كيف تقرا الموقف الروسي خاصة أنه فرنسا قالت أنه تم إبلاغ روسيا
أثناء هذه الضربات، وروسيا قالت أنه لم تصب أو لم تستهدف أي من المصالح الروسية لديها أو قاعدة تحديدا حميمين أو طرطوس. قالت أيضا أنه ما زال هناك تنسيق مع الولايات المتحدة والتواصل مستمر مع الأطراف الثلاثة للوصول إلى تفاهم. يعني في أي إطار يمكن؟ دعينا ندقق هذا الكلام الفرنسي. الكلام اللي الروس قالوه إنه التنسيق العسكري فيما يخص حركة الطائرات وعدم اصطدامها وعدم اقترابها لمسافات خطرة، يعني حاجة فنية محدودة نظرا لأنه مساحة الجغرافيا السورية كلها ليست كبيرة، وفي طلعات للطائرات الأمريكية وفي طلعات للطائرات الروسية، وبالتالي يعني الاتصالات السياسية أعلن أكثر من مرة في الأيام اللي فاتت إنه التنسيق السياسي بين روسيا والولايات المتحدة انقطع، لأنه ترامب بدأ يتكلم عن ضرورة، يعني ترامب قال كلام طبعا كبير جدا جدا، انت لما تشوفي في النهاية الموضوع رسي على ايه. ترامب قال كلام ان احنا وهذا النظام وانا الاوان لان هذا النظام الاجرامي، وطبعا شتم واستخدم الفاظ بذيئة لا تليق برئيس دولة كبرى ولا تليق اصلا باي انسان محترم ان هو يستخدمها في وصف دولة رئيس دولة اخرى وما الى ذلك، وهذا الوحش اللي مش عارف اللي بيستخدم الكيماوي وما الى ذلك. خلي بالك ان كمان بكل هذه الجرأة والوقاحة انت بتتكلمي على اكذوبة، يعني انت تخترع اكذوبه ثم تبتدي على هذا على اساسها تتكلم. فاحنا يعني هنشل واريد ان اوجع الايرانيين هنا. طب الموقف الروسي عفوا اريد ان اوجع الروس. خدي بالك ان 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 ده الحديث اللي دار في مجلس الامن القومي الامريكي واعلن في الصحافه وفي الاعلام كله، اريد ان اوجع الروس واريد ان اوجع الايرانيين. مين اللي تزعم انه يقول لترامب اللي انت بتقوله ده كلام ما ينفعش في العلاقات الدوليه؟ ماتيس وزير الدفاع اللي المفروض ان وزير الدفاع دايما بيبقى ميال لاستخدام العنف اكتر، قال له لا الكلام ده بيهدد بالطريقه اللي انت بتقولها دي بيهدد باشعال حرب حقيقيه مع روسيا ومع ايران، وبالتالي ما ينفعش، لازم تبقى هذه الضربه ضربه محدوده. وفي حقيقه الامر لو انه ترامب يعني نفذ ما يريد، خدي بالك ترامب في الفتره الاخيره عمل ايه؟ عمل حكومه حرب، جاب واحد زي جون بولتون اللي هو كان معروف باستمرار في مجلس الامن لما كان ممثل الولايات المتحده سنه 2005 2006، معروف بانه اسمه البولدوج، نوع الكلاب الشرس اللي شكلها قبيح دي كانوا مسمينه البولدوج، الاعلام كان مسميه البولدوج. هو طبعا في غايه الشراسه واتجاهه يعني السياسي، على فكره الحاجات دي كلها مالوفه، يعني حضرتك لو لاحظت على وشك تعبير، لا يعني مثلا ماتيس نفسه في الجيش الامريكي مسمينه الكلب الشرس، دي حاجات مألوفة بين العسكريين والسياسيين. أنا أود أرجع إلى قراءة حضرتك للموقف. قراءتي البعض بينتقد إنه لماذا لم ترد. أنا هقول لحضرتك دلوقتي قراءتي إنه يعني كان في كلام كبير جدا وتصعيد، يعني يمكن أن يهدد فعلا باشتباك يعني غير معروف عواقبه ممكن توصل لإيه، يعني لو إنه آلموا الروس وآلموا الإيرانيين كان هيبقى في ردود. الوضع في وان احنا سنطيح بهذا النظام ولا بد من الاطاحه بهذا النظام وهذا الوحش المصاص الدماء اللي بيضرب بالكيماوي، الكلام ده كله كان عمل اجواء خلت يعني اغلب المراقبين بيتكلموا عن حرب العراق. طبعا ده كلام مستحيل انه يحصل في سوريا، لانه في قوات روسيه في قوات ايرانيه في جيش سوري متماسك في هيئه الامر، ولو انه كده وما فيش حاجه اسمها دبابه امريكيه هيدخل عليها حد زي احمد الجلبي او الجربه او غيره او غيره يحكم سوريا، الكلام ده طبعا يعني دونه يعني مطلوب قتل مئات الالاف من البشر بعد ان يخوضوا صراعا طويلا يعني، فطبعا ده مش هيحصل. اللي حصل انه الولايات المتحده من الواضح ان العسكريين الامريكان بالذات افهموا ترامب خطوره يعني هذه الديماجوجيا والغوائيه العاليه التي يعني يرتفع بها الصوت، وانه بالتالي لابد ان تكون الضربه محدوده. اثنين، لابد ان توجد طريقه، طبعا ده تم عن طريق فرنسا، لابلاغ الروس يعني بانه الاهداف محدوده. في حاجه بقى تانية ما حدش بيقولها خالص ولكنها حصلت فعلا، ان كان في حرص من وزير الدفاع الامريكي ومن رئيس الاركان بعد انتهاء الضربه على عقد مؤتمر صحفي واعلان ان الضربه انتهت وان هذه كانت حدودها، ثلاث اماكن، معهد الكيميائي اللي هو اصلا معهد ملوش علاقه بموضوع الحرب الكيميائيه، نمره 2 مكانين في غرب حمص قالوا ان ده مصنع وده اي مكان للتخزين واخد بال حضرتك. الاعلام الاسود مره اخرى برضو ابتدى يقول لا ده مش ثلاث اماكن، ده عشرات الاماكن، ده في مطارات اتضربت، ده في كذا. هنا مطلوب ايه؟ مطلوب اشعال الوضع السياسي، مطلوب خلق وضع محرج للنظام السوري ولروسيا. وعشان كده انا بعتقد يعني انه ربما بعض الجهات العربيه التي تعنيها هذه الطريقه في يعني في خلق هذا الموقف المحرج
أو ربما الإعلام الأمريكي نفسه أو ربما المخابرات الأمريكية نفسها الذين كانوا معنيين بأن هم يبينوا أنه الضربة كانت أوسع بكتير مما حدث. وده شككني حتى أنا كمراقب، أنا كنت قاعد متابع كل اللي بيحصل من أول لحظة في الضربة وما قدرتش أنام لأنه بقيت أبتدى أسمع كلام تاني خالص. في الآخر ثبت وكرروا وأعادوه تاني الأمريكان نفسهم أنه لا هم ثلاث أماكن بس، والبريطانيين والفرنسيين قالوا هم ثلاث أماكن دول. إذن كان في رغبة في إظهار أن روسيا عجزت عن أنها تواجه أمريكا واتفقت وكذا، بينما أنت بيتضح لك أن كل هذا التبجح عالي الصوت هو كان في الحقيقة عشان إخفاء حقيقة أن في ضربة محدودة صغيرة فيه 103 صواريخ تم إسقاط 70 منهم أصلا. ودي نقطة مهمة جدا على فكرة، أنه فيه يعني ما يبدو أنه انتصار أمريكي كبير، في 70 صاروخ تم إسقاطهم وفي صواريخ أخرى تم حرفها عن الهدف. وبالتالي القصة هنا قصة أن روسيا بقى كانت متفقة مع أمريكا ومنسقة، ده هنا مقصود بإيه؟ مقصود هنا إثارة الشكوك وشق التحالف القائم بين روسيا وبين سوريا، مع أنه الوجود الروسي في سوريا أولا هو الذي قلب علاقات القوة تماما. ده كانت دمشق متحصرة وكان 20% بس من مساحة سوريا اللي كانت تحت سيطرة الدولة، والنهاردة أكثر من 55%، وتم توجيه ضربات قاسية جدا جدا للإرهاب، تم القضاء على داعش. وبالمناسبة مما تحفل به وتطفح به أكاذيب مثلا حد زي ترامب أقول إحنا خلاص قضينا على داعش وشغلتنا دلوقتي مش عارف، لا مش أنت يا حبيبي اللي قضيت على داعش، مش صحيح إن أنت اللي قضيت على داعش، اللي قضى على داعش اللي كان بيضرب قوافل السيارات اللي بتسرق البترول بتاعها، واللي كان بيضرب أماكن البترول بتاعها، واللي كان داخل مع أردوغان في معركة ان انت بتاخد البترول السوري تبيعه وبيتهرب من سوريا، اي روسي في حقيقة الامر. وهنا اود ان اقف عند نقطة بالغة الاهمية فيما يخص جيش الاسلام، فيما يخص النصرة، وفيما يخص الخوذات البيضاء، ان الغرب سعى طوال الوقت رغم انه جبهة النصرة مدانة ومدرجة في قوائم الامم المتحدة للمنظمات الارهابية، من يسعى طوال الوقت لتركيز فكرة تهمة الإرهاب على داعش وإبعاد النصرة وجيش الإسلام عنه، وهذا استمر طويل. أنتم لا أنتم تضربوش داعش، أنتم مش عارف إيه. جبهة النصرة دي هي التي وجيش الإسلام وهم متداخلين جدا على فكرة، وفي الغوطة الشرقية وفي دوما ثبت أن هم متداخلين جدا، ثبت أن تغيير اسم جبهة النصرة لجبهة تحرير الشام وما إلى ذلك، كل ده ستار ل عملية تكوين تشكيل تسيطر عليه سياسة ومفاهيم جبهة النصر والجهات التي تمول جبهة النصر وهي جهات عربية، والتي تمول جيش الإسلام وهي جهات عربية. عملية الاستيلاء على الغوطة خلتهم راحوا ابتدوا يعملوا سيناريو جديد. السيناريو الجديد ده مطلوب فيه ايه؟ ابعاد روسيا، ومطلوب فيه اعادة خلط اوراق التسوية على فكرة. يعني ايه؟ هناك من لا ينتبه لانه التسوية السورية مضت بعيدا من خارج إطار جنيف، وكان لابد أن تمضي بعيدا من خارج إطار جنيف. أنا سأناقش هذه النقطة دكتور عن كويس. مسار التسوية ولكن السياسية إلى أين وصل بعد هذه جبهة النصرة وجيش الإسلام ضروري جدا الانتباه لأن هم توائم داعش. دعنا نتوقف عند هذه النقطة دكتور، مستقبل التسويات السياسية والحل السياسي في سوريا بعد هذه الضربات، لكن قبل مشاهدينا نتوقف مع هذا الفاصل، نعود بعده إلى دكتور محمد فراج أبو النور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية. ليست مقدمة لحرب عالمية ثالثة، هكذا وصفت صحف بريطانية الهجمات الغربية ضد سوريا. فالهجمات كانت قصيرة ومحدودة نسبيا ومركزة على مواقع تقول الدول الغربية إنها استخدمت في الهجوم الكيماوي المفترض على دوما. ورغم التوقعات بأن تؤدي تلك الضربات إلى تصعيد خطير في الوضع على خلفية وجود قوات روسية وإيرانية في سوريا، إلا أن الهجمات تجنبت الاحتكاك بأي من هذه القوات أو المواقع التابعة لها حتى لا تواجه أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية المتطورة. وأشار مراقبون عسكريون إلى أن الهجمات أدت وظيفتها بإرسال رسالة للرئيس السوري بأن الغرب لن يقف مكتوفا أمام استخدام السلاح الكيماوي، مستبعدين تكرار أو توسيع الهجمات في الوقت الحالي.
غير أن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين في البنتاغون توقعهم بأن يأتي الرد الروسي في شكل هجمات إلكترونية تستهدف عزل القوات الأمريكية المقاتلة عن قيادتها ومصالح أمريكية أخرى في المنطقة. أما الرد الإيراني فقد توقع البنتاغون أن يكون عبر هجمات تشنها أذرعها في المنطقة على المصالح الأمريكية في العراق، والثابت في هذه الضربات أنها انتهت حالياً وبدأت مرحلة التقييم. مرة أخرى أهلا بكم مشاهدينا، وضيفنا في الاستوديو دكتور محمد فراج أبو نور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية. دكتور أرحب بك مرة ثانية. يعني الخبراء العسكريون تحديدا يكادوا يجمعون على أن الخسائر التي حققتها هذه الضربات كان محدودة للغاية. ما الذي يقضي من الناحية السياسية بمحدودية الخسائر الخاصة بالضربة الثلاثية؟ هو الحقيقة يعني الموضوع ده ليه أكثر من جانب. أولا فيما يخص الجانب العسكري، فمن المؤكد أن الضربات خسائرها محدودة وخسائرها أكثر من محدودة، زائد أن هي برهنت على حاجة، برهنت على أنه سوريا أصبح عندها سلاح للدفاع الصاروخي فعال، وتمكن من إسقاط الغالبية العظمى من الصواريخ المجنحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي أطلقت عليها، وده في حد ذاته في الحقيقة مكسب عسكري وسياسي أيضا. في طبعا الجانب المعنوي، نستطيع ان نتحدث عن انه احساس الشعب السوري بانه قواته المسلحة قدرت تصمد وتسقط اغلب الصواريخ، وانه ما تكشف بعد ذلك بانه فرنسا كان موكل بها انها تبلغ الروس ان الضربة محدودة، يا جماعة مفيش داعي لردود افعال يعني مبالغ فيها، ده الضربة محدودة. وطبعا تم اخلاء ما امكن اخلاءه من الناس وكده، وبالتالي ثلاثة بس اشخاص اللي اتعوروا، وبرهن يعني كمان برهنت القوات المسلحة السورية الجيش العربي السوري على قدرته على التعامل مع ضربة عسكرية يعني كبيرة في الحقيقة، واجهاضها من الناحية الاساسية وتقليل خسائرها. طبعا كل ده حاجات مكاسب معنوية بتخلينا بقى لما نيجي للجانب السياسي، اللي هو يعني محاولة إعادة خلط أوراق التسوية وانتزاع مكان أوسع أو مركز مقرر للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في مصير التسوية السورية، بنلاقي أن الموضوع لا يستقيم. ليه؟ فيه كلمة مهمة جدا من بين الكلمات اللي اتقالت في مجلس الأمن النهاردة، قالها المندوب الفرنسي بالذات، ألفت النظر إليها، لأنه المندوب الفرنسي قدم مشروع كامل للتسوية بعد اسبوع او اسبوعين، قال لك هنرجع تاني لمجلس الامن واحنا هنعمل ايه مشروع للتسويه، يقوم على وقف اطلاق النار في عموم سوريا، اتاحت حريه الحركه للمدنيين، والمدنيين دول كل واحد ما بيلبسش اللبس العسكري، يعني ايه الارهابيين بتوع النصره وبتوع جيش الاسلام والناس دول يعني يتحركوا زي ما يعجبهم، واتاحت حريه الوصول للقوات للمنظمات الدوليه وما الى ذلك الى اي مكان، وتوصيل المساعدات الانسانيه وما الى ذلك. هنا بيطرح مفهوم تاني للتسوية، وانه العودة بقى الى جنيف وفق المفهوم الذي تقرره الولايات المتحدة والجهات والاطراف الاقليمية الدولية. دعني اضيف لحضرتك ايضا النقطة، كان المندوبة البريطانية اشارت الى ان بريطانيا تدعو في الاسبوع المقبل الى عقد اجتماع يناقش التسوية السياسية في سوريا، هل تحاول فرنسا وبريطانيا ايجاد موطئ قدم لها طبعاً في ملف التسوية طبعاً السورية الفترة المقبلة؟ طبعا اولا فرنسا بقالها شهور تمارس ما اسميه انا التسول السياسي. التسول السياسي القائم على انه عايزين نعمل لجنة تنسيقية تشوف الاطراف التي تشارك في المفاوضات ومش عارف ايه، اصل المفاوضات كده بتبتعد عن جنيف، واحنا عايزين نعمل مجلس تنسيقي يناقش مش، وطبعا فرنسا تبقى عضو فيه. ما الذي حدث خلال الفترة اللي فاتت؟ اولا معروف انه المفاوضات باستمرار المفروض انها انعكاس لعلاقات القوى في ميدان المعركة. خلال السنتين المنقضيتين او سنتين ونص اللي من ساعة ما دخلت القوات الروسية في 30 سبتمبر 2015 حتى الان، ما الذي حدث؟ الذي حدث انه تمت هزيمة داعش ومن الناحية الاساسية،
البقايا الباقية من داعش الآن موجودة في المنطقة الكردية حيث تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إدماج أعداد كبيرة منهم في القوات الكردية وفيما يسمى قوات حماية الحدود اللي هي قوات جديدة أمريكا بتشكلها دلوقتي، وينتظر أن أعدادها يبقى 30,000. وموجودين كمان في منطقة التنف، قاعدة التنف دي قاعدة موجودة عند مثلث الحدود العراقي السوري الأردني، وقطرها حوالي 100 كيلومتر آسف، يعني بتعتبر نقطة راحة واستجمام وعلاج وتدريب لقوات داعش الباقية في الجنوب في درعا، وطبعا في جنوب دمشق نفسها في منطقة الحجر الأسود والقدم موجود قوات من داعش، وطبعا مندمج مع بعض المنظمات ومتداخل مع بعض المنظمات في مناطق الشمال برضو ايه ناس من داعش. فالفكرة ايه؟ ان هم الان يتحدثون عن ان احنا عايزين بقى نشوف الموضوع ده يتم ازاي بعد ما سوريا، بعد ما الجيش العربي السوري والقوات الحليفة ليه اصبحت المسيطر الاساسي على الجغرافيا السورية وعلى الارض السورية، وترتب على ذلك انه انت في تكوين جنيف كان في البداية مسيطرة جهات ليس من بينها الحكومة السورية، مسيطرة جهات اقليمية عربية وامريكا. ولو كنت تتفرجي حضرتك وبتتابعي وكنت تشوفي ديمستورا قاعد بيبص ازاي على جون كيري لما كان بيتكلم، حس ان في حد يعني بيبص على جهة اصدار الاوامر. لغة الجسد مهمة جدا على فكرة في كل ما يتصل بالتسوية السورية. اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه جنيف واحد والاتفاقات الاولى لم تعد تنطبق اطلاقا مع ما يجري على الارض الان، واصبح بالتالي كل يعني أجهزة المعارضة أو منظمات المعارضة التي تعيش في فنادق الخمس نجوم في اسطنبول وفي أنقرة وفي غيرها من البلاد، هم دول ما ينفعش ان دول يقعدوا على قدم المساواة مع يعني الحكم السوري، وكمان نمشي سوريا ونقول لا ده أحمد الجربة هو اللي يقعد يمثل سوريا. كل الكلام الفارغ ده ما بقاش دلوقتي، خلاص تجاوزته الأوضاع. أنا سأعود إليك يا دكتور، لكن قبلا أستقبل عبر الهاتف ضيفي من واشنطن دكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون. دكتور إدموند أهلا بك معنا على شاشة أون لايف. إذن ما الذي يدور داخل الأوساط السياسية والإعلامية أيضا لديكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك جدل بشأن هذه الضربات؟ هل أيضا حصل رئيس ترامب على موافقة من الكونغرس قبل شن هذه الضربة؟ بالنسبة للكونغرس لم يحصل الرئيس على موافقة من الكونغرس، وكانت هناك عدة انتقادات له في الأيام الماضية، وكانت هناك دعوات أن الإدارة يجب أن تعود إلى الكونغرس لأن الكونغرس هو الوحيد الذي له الحق بشن الحروب، وأن الإدارة كانت تستخدم الصلاحية التي منحت للرئيس في عهد إدارة الرئيس جورج بوش الابن قبل الحرب على العراق، وذلك الذهاب لشن الحرب على العراق، ولذلك كانت هناك الكثير من الانتقادات حول هذا الموضوع. الإدارة تقول أن الرئيس لديه الصلاحيات ولا يحتاج إلى صلاحيات، لكن بالتالي هذا كان أحد الخلافات التي نسمعها وسمعناها قبل خلال الأسبوعين الماضيين، وسنسمعها أيضا في الأيام القادمة وفيما بعد. ولا الخلاف الآخر وهو كان ربما الأكثر إثارة على الأقل بصورة مباشرة، كان الخلاف الذي ظهر أولا بعد تصريحات الرئيس ترامب بأنه ينوي الانسحاب من سوريا، الأمر الذي أغضب الكثيرين من خاصة القوى التي تمثل المحافظين الجدد والليبراليين الجدد بعض أعضاء الكونغرس خاصة في، وبالإضافة حتى أن من قبل القيادات العسكرية الأمريكية والقيادات الاستخباراتية الأمريكية. ولكن المثير هنا هو أن التغييرات التي حدثت فيما بعد، أي أنه خلال اليومين الماضيين التيار الذي يمثل المتشددين داخل مجلس الأمن القومي ومثل جون بولتون مستشار شؤون الأمن القومي، مثل بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية وهو الوزير الخارجية المعين، وإلى حد ما نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من ناحية، الذين أرادوا ضربات مستمرة واسعة تشمل القوات الجوية السورية قواعد ومطارات ومنشآت. من جهة ثانية كان الذين طلبوا برغبة محدودة
هم القيادات العسكرية وخاصة وزير الدفاع ماتيس، لأنهم كانوا يريدوا تفادي أي مواجهة عسكرية أو تصعيد قد يؤدي إلى دخول الولايات المتحدة وروسيا في مواجهة قد تنتهي بحرب نووية تؤثر على العالم ككل. دكتور، هل ستلقي هذه الضربة بأي ظلال على مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية التي هي متدهورة بطبيعة الحال؟ يعني أي تأثير يمكن أن تلحق بهذه العلاقات مستقبلا؟ بدون شك أن العلاقة الأمريكية الروسية قد وصلت إلى أسفل درك لها، إلى مرحلة من التدهور لم يسبق له مثيل ربما منذ أيام الأزمة الكوبية، وبالتالي فإن أنه لا توجد أي محاولات حقيقية الآن. هناك قوة كبيرة واسعة بين الجانبين، ولكن في نفس الوقت رأينا أيضا في الأيام القليلة الماضية أنه على الرغم من كل الخلافات والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأيضا التهديدات من الجانبين لبعضهم البعض، إلا أنه كان هناك خط ساخن بين القيادات العسكرية من الجانبين، والسبب الأساسي هو أن الجانبين يعلمان خطورة الاصطدام الذي سيعرض إلى حدث فعلا وحدث التصعيد العالم كله للخط. شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف من واشنطن دكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. مرة أخرى عايز أعلق على الكلام الدكتور إدموند اللي هو راجل محل احترام عميق الحقيقة، يعني عايز أقول إنه أولا فيما يخص مسألة التأثير على مناخ التسوية في سوريا، نقطة مهمة قوي، محاولة تسويق ضربة محدودة الأثر مثل هذه أحيطت بكل التحفظات والاعتذارات والتوضيحات إلى الروس والتسريبات من تحت الترابيزة وما إلى ذلك، محاولة تسويقها باعتبارها مسوغ لقلب طاولة التسوية والعودة إلى المربع رقم واحد زي ما كنا بنتكلم قبل كده، حيث النظام السوري مجرد طرف مع شوية مرتزقة قاعدين في فنادق خمس نجوم في عواصم مختلفة. طبعا دي مسألة أصبحت مستحيلة، خلاص القصة دي قصة انتهت، أزدل عليها الستار. حصل بعد كده تطورات في جنيف، حصل بعد كده قرار 2254 اللي الجميع وبالذات الإقليميين بيحاولوا يتناسوه ويتكلموا عن جنيف واحد ومقرراتها مش عارف ايه وال12 ايه، الكلام ده كله اتغير ودلوقتي اصبحت الستانة التي نتج عنها تطور مهم جدا جدا وعملية الدول الضامنة الثلاث وكل ما والسلال الاربع والسلال الاربع المتفق والسلال الاربع وما الى ذلك، دي طبعا مسألة خلاص اصبحت مستقرة. عشان كده ساعات يعني تحس ان كأنه حد بيتذكى ويقول لك ايه انت بتحاول الالتفاف حوالين جنيف. اي سياسي عاقل يتعامل مع الازمه السوريه لازم يحاول الالتفاف حول جنيف، لانه جنيف وصلت لمرحله الاستعصاء المطلق بسبب انه اي مرتزق قاعد في فندق خمس نجوم ليس لديه اي وزن على الاطلاق على الارض بيقول لك لا احنا مش موافقين، لازم الاسد يمشي ولازم ولم يعد للاسد مكان في مستقبل سوريا. انت مين؟ انت بتمثل ايه؟ انت وزنك ايه؟ اذا كان اسيادك اللي بيمولوك دلوقتي بيقولوا الاسد موجود، فطبعا الطريقة دي أصبحت وصلت للاستعصاء، بالتالي كان لازم أستان. أستانة اللي مين احتضنها؟ الأمم المتحدة شخصيا وديمستورا راح، ثم سوتشي، وسوتشي اللي فيها تمثيل أوسع لفصائل الشعب السوري المختلفة وتنظيماته، وأيضا ديمستورا حضرها. وسواء كانت الجهات الغربية يعني راضية أو مش راضية، هذا الواقع بقى قائم. ما ينفعش إن أنا أجيب شوية مرتزقة قاعدين في فنادق في عواصم مختلفة وأقول دول اللي يعملوا لي تسوية، ده الكلام ده ما عادش ينفع. النقطة بقى المهمة فيما قاله الدكتور إدموند غريب إنه التطرف الشديد أو يعني التطورات في اتجاه اليمين التي أصبحت تسيطر على السياسة الأمريكية جعلت، ومع ضعف الرئيس أوباما مع ضعف الرئيس ترامب نفسه الناتج عن سلسلة من الفضائح السياسية والشخصية، جعلت دلوقتي المحافظين الجدد والصقور أصبحوا مودين، وبالتالي سياسة حافة الهاوية يعني أصبحت دلوقتي من زمان قاعدين يتكلموا ده احنا كده مهددين بان احنا ننتقل للحرب الباردة. حرب باردة مين يا سيدي العزيز؟ خلاص انت دلوقتي الحرب الباردة شغالة من زمان والآن تطبق سياسة حافة الهاوية. سياسة حافة الهاوية أصبحت خطيرة جدا جدا وبتصل بدرجة من يعني 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 من الانحطاط في السياسة الأمريكية. يعني رئيس الدولة يتصل يهني بوتين يخلوه يقولوا له ايه لا ده انت كده غلطان، يتصل يتفق مع يدعو بوتين للزيارة فيروحوا ايه مجبرين انه يعمل عقوبات ضد. أصبح فكرة
العنصر الروسي أصبح دلوقتي بيستغل كعنصر مزايدة في الحياة السياسية الأمريكية. تبقى لي دقيقة يعني فقط، يعني أنا أود أن أطرح سؤالا، كيف ستلقي هذه الضربة بظلالها على القمة العربية غدا في الظهران إن شاء الله؟ طيب يعني عايز أقول أنه العلاقات الروسية الأمريكية الآن فيها درجة من الخطورة، وبحيث أنه التلاعب بها كما يحدث من جانب السياسيين المحافظين الجدد والمتطرفين الأمريكان بيهدد سلام العالم كله، ولن تتغير قواعد التسوية في سوريا. ما حدث لم يكن كافيا على الإطلاق، وكل التساوي السياسي البريطاني والأمريكي والفرنسي مش نافع. أما بقى فيما يخص ظلال الضربة على القمة العربية، فالدكتور جمال سلامة كان قبلي وقال يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فأنا فعلا مضطر أن أنا أكرر هذه الآية الكريمة. مؤسف جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم وزنا لكل الزعماء العرب المجتمعين في الدمام بحيث أنها توجه هذه الضربة عشية اجتماعهم، وتضع الجميع في موقف حرج جدا جدا. وهناك من يتحدث عن يعني موقف يكاد يساوي بين سوريا مدينا إياها سلفا، مع أنه تحقيق لسه ما حصلش، وبين الضربة الأمريكية، لا، أو يدين سوريا بس ولا يدين أمريكا. أنا بقول أي حد لا يدين الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح وبريطانيا وفرنسا فيما ارتكبته ضد سوريا، نعم، يعني يكون مخطئا. ومن يريد أن يحقق فلينتظر نتيجة التحقيق لكي يكون موقفه نزيها، نعم، وموضوعيا، وهذا أقل ما يمكن أن يتطلب من العربي. شكرا لك يا دكتور محمد فراج أبو النور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، شكرا لوجود حضرتك معنا. إذن مشاهدينا، ختام هذه التغطية، ونعود ونلتقي على رأس الساعة.